هل يتصور ربا نسيئة بدون ربا فضل؟ فيقال كل ربا نسيئة يدخل فيه ربا الفضل، وليس كل فضل ربا نسيئة. لا، هو ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، لأنه ما يبيع نسيئة إلا بزيادة، فهو وسيلة. حرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، والشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى الحرام، فلو لم يكن هناك زيادة ما باع نسيئة. الرسول حرم الفضل علشان يسد باب النسيئة. نعم.